وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي السيد مبارك العتي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مبارك. بداية، ما أهم الملفات المتوقع طرحها على جدول أعمال قمة مجلس التعاون 39 غدا في الرياض؟ مساء الخير لك ولمشاهدك. أهلا بك. بكل تأكيد أن القمم الخليجية دائما تكون مفتوحة الملفات على كل القضايا التي تهم الكتلة الخليجية. الملاحظ في القمة 39 التي تنعقد غدا برئاسة عمان وفي ضيافة دولة المقر وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين أنها ستتناول بكل تأكيد الملفات الهامة جدا، وخصوصا الآن التحديات السياسية المحيطة في البيئة السياسية المحيطة لدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا أن مظلة مجلس التعاون الخليجي أصبحت كتلة داعمة لكل القضايا العربية. بالتأكيد أن مجلس التعاون الخليجي أصبح عنصرا فاعلا في حل القضايا العربية، فلذلك ستكون القضايا العربية حاضرة، وتحديدا الملف اليمني وملف الإرهاب التي تدعمه قطر، والملف التدخلات الإيرانية وهي المهدد الأول حقيقة للوجود الخليجي، إضافة إلى الدعم الاقتصادي البيني بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم الدعم الاقتصادي الخليجي للدول العربية التي بدأت دول مجلس التعاون تحديدا السعودية والإمارات والكويت في محاولة الإنعاش الاقتصادي لعدد من الدول العربية. واضح أن القمة الخليجية لديها عدد من الملفات السياسية والاقتصادية على رأسها بكل تأكيد تحقيق الأمن الخليجي والمساهمة في الأمن العربي، إضافة إلى موضوع مهم جدا وهو مفتوح هذه الأيام وهو موضوع أوبك والسيطرة على الأسعار والسيطرة على التوازن بين أسعار المنتج والمستهلك، وخصوصا أن دول مجلس التعاون هي عضو فاعل ومؤسس لمجموعة الأوبك. نعم. فلذلك بكل تأكيد أن القمة الخليجية وهي ستراجع أيضا قضية التدخلات القطرية في الشأن الداخلي وتهديدها للأمن القومي العربي وارتماعها في الأحضان الإيرانية واستمرارها في سياسة التعنت الضاربة في عرض الحائط بكل الوساطات العربية وبكل الشروط التي وضعتها دول مجلس التعاون والعقوبات الاقتصادية، ومع ذلك لا تزال قطر تواصل سياسة التعنت الرافضة ل طلبات الدول العربية. من الرياض المحلل السياسي مبارك العتي، شكرا جزيلا لك.